النهارده، ومباراه كانت صعبه جدا. الشوط الاول كان صعب جدا على اللعيبه ولعبه رجاله طبعا. الماتش اهم حاجه، اهم حاجه اللي احنا نكسب المباراه ونطلع بنتيجه كويسه. طبعا توفيق من عند ربنا، دي مش اول لمسه، دي تاني لمسه، والحمد لله ان احنا اللي انا قدرت اسجل اول هدف، وطبعا الكابتن وليد بعديه، والحمد لله احنا قدرنا نكسب الفريق، والفريق كله رجاله طبعا. اون تاتش، لان الملعب مش لو استلمتها ممكن اصلا انا بحط رجليا في الجون ممكن اتزحلق، لان الملعب مش كويس وفي ميه كتير. فانا حاولت ان انا احطها، احاول بقدر الامكان ان ما اطلعهاش فوق على الارض، حتى لو هي راح بالراحه المهم تروح على المرمى. الحمد لله يعني توفيق من عند ربنا الهدف دوت، وربنا يكرم الفتره اللي جايه. هو اتكلم معايا طبعا اللي انا انزل اركز، ومروان الحمد لله مركز كده كده قبل الماتش، ومركز تركيز كبير. طبعا قدرت افيد الفريق في نزولي، والحمد لله يعني على المباراه. هو برضو جمهور الاهلي جمهور عظيم وشاف كل حاجه، وانا بشكره طبعا على مساندته معايا، وبشكر الجمهور كلها، وبشكر الجهاز الفني. انا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت، بره جوه انا ما عنديش مشكله، المهم ان احنا الفريق يبقى كويس وماشي كويس بخطوه كويسه، وفترة الجاية إن شاء الله في تقدم وربنا يكرمنا يعني. إن شاء الله طبعا احنا بنبدأ من النهاردة تركيز في مباراة السوبر بإذن الله، ربنا يكرمنا إن شاء الله، واللعبة كلها مركزة نقدر ناخد إن شاء الله ناخد كأس السوبر بإذن الله، وربنا يوفقنا الفترة اللي جاية. ماتش صعب برضه، مش ماتش سهل، ومع فريق كبير، فريق زي نادي الزمالك. بنبدأ من دلوقتي زي ما قلت لك تفكير وتفكير كبير، اللي احنا نقدر نقدم الماتش اللي جاي إن شاء الله، ونقدر نخطف الماتش بإذن الله، وربنا يكرم يعني.